صباح الخير، قولوا صباح الخير. صباح الخير، صباح النور. سلام حبيبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا على خير. كي صبحتوا؟ المهم كيما كتشوفوا الصباح دابا حنا فايقين بكري. صحابي صاحبتي جات، حنا صافحين ساليين عليها الصباح، غادي نوصل البنات للمدرسه. مهم اليوم غادي ندوزو نهار سبيسيال، غدوزو معايا نهار كامل من الصباح حتى العشيه. هاني يلا خرجت من المدرسه دابا، جبت البنات جبتهم ليكول، جبت خلصت لهم الشهر وخلصت لهم حتى الترونسبور، لان كي قلت لكم المره الفايته انا يلا تحولت للمحمديه، والشهر الاولاني ما كنتش دايره لهم الترونسبور لان كانوا كيجيو من كازا حتى لهنا ليكول. دابا مورا العطله اضطريت انني نخلص لهم الترونسبور وصافي. ودابا غادي نمشيو نشوفو شنو غادي نديرو لغداتنا. كاتبه لكم 12 جايه كتجري، الله يرضي الله. اختي واش كلشي بحالي اليوم؟ فاق بكري، الله يربي الله. هي في الحقيقه بيني وبينكم هاد العطله زوينه وخايبه. زوينه اننا ما الواحد ما كيفيقش بكري، كيصبح بعدا ناعس واحد شويه، كيصبح مرتاح. وخايبه دردكو علينا واحد الدرديك، راه الامهات اللي معايا في لاشين راه غادي يقولوا نفس الشيء. ايوا الله يخليهم لينا، الله يخليهم لينا. ونمشيو نشوفوا شنو غادي نديروا للغدا. انا كيقول لي واحد الراس تشهيت، واحد الطاجين ديال الكواري ديال السرديل. وغادي ناخذ دابا طاكسي وغادي نمشي للمارشي وغنشوف الا لقيت شي سرديل جديد. هو هذاك ما لقيتش، نشوف شنو غادي ندير. المهم انتم معايا. ساعة الحمد لله عندي بعدا الزهر، وكانت واحد الصنيديق يلا حطوه باقي جديد ديال البلاد. ايوا غادي غنطلع للدار غادي نحطو، وغادي نمشي نهبط الاسيمه، غادي ناخذ شويه ديال الفليفله ديالي دابا تشوى على ما نغسل السردير ونقيه ونطحنو ونرجع معكم. مهم ها السرديل ديالي ها هو نقيتو وغسلتو. انا كنحيد ليه الجليده ديالو، كنخليه غير بحال هكا. الحيمه كاين اللي كيخليه بالجلده، انا لا ما كنبغيش. المهم داكشي اللي تعلمت من الوالده كنديرو. وقررت الربيع نقيت الثومه، فليفله ديالي ها هي تشوات، وانا دابا غادي نبدا نطحن في السرديل. ايوا انا رجعت معكم. ندير حركه في الضوم. بعد ما طحنت الحوت درت ليه الربيع، اصلا طحنته مع الثومه. الربيع اللي نسيت ما طحنتوش معاه، نورمالمون كنطحنو معاه. المهم الربيع، السودانيه، التحميره، الكمون، الملحه، شويه الخرقوم اللي دائما كنديرو في الطياب ديالي ما كنبغيش نستغنى عليه. وغادي ندير ليه شويه ديال الروز. كندير داك الروز المهرس ما لقيتوش عندي، غادي نغامر وغندير هذا الروز ديال السوشي. عندي الروز تاع السوشي، شي نهار ندير انا وياكم السوشي ان شاء الله. المهم عندي شويه تاع الروز ديال السوشي غادي نديرو لان حتى هو مكركب. والطاجين ديالي درت فيه، ما بقاش عندي الوقت فراسكم، ما بقاش عندي الوقت. دابا هادي شحال في الساعه 12 وقسم، يعني شويه البنات غادي يجيو. درت غير ديك سميتها، قولوا لي هذيك ديال سوليس، درت مطيشه سوليس، زدت معها شويه تاع الماء، درت لها نفس العطريه، ربيع، ثومه، ملحه، تحميره، شويه ديال الخرقوم، الكمون، ثومه. صافي غادي نحركها نخليها تغلي شويه
وغادي نخلط هاد الحوت ديالي وغادي نكورو ونديرو كويرات ونديرو في الطاجين ونتلاقاو. المهم انا كنخلط فيها دابا، سمحوا لي بزاف على هاد التصوير لان كنخدم غير بيد وحده. المهم الحوت ها هو انا خلطته والمطيشه هي غلات وانا دابا غادي نبدا نكور. فوالا هاد الطويجين ديالي انا استفتو غلا ودرت فيه الكويرات ديالي ديال السرديل وقطعت عليهم ديك الفليفله مشويه اللي شويت قبيله الصفراء والحمراء والخضراء ودرت ليهم طريف ديال الحامض مصير وسقيتهم بشويه ديال زيت العود من الفوق. انا زيت العود كنبغي نخليه في الطاجين هو الاخراني وصافي. ودابا غادي نخليه يطيب على عافيه مهيله وغادي نهبط نجيب البنوتات نتلقى لهم في الترونسبور. المهم الفلفله رشات ليا هنا فليفله انا غادي نخبعها في الثلاجه، غادي ندير لكم بها واحد المملحه، غنصورها في فيديو خاص. واحد المملحه كتجي خطيره وبنينه واللي جربها غادي يبقى يدعي معايا. المهم نتلاقاو من دابا شويه ونخليو الطويجين يطيب على خاطره. واش ماشي هي عتي اليوم صباح الجو زوين وغزال غزال غزال، صباح الشميشة الجو رائع وقيل البنات يمكن جاو. شنو هو؟ ايوا يا لالو يا سيدي وهاد الطويجين ديالي وجد. ايوا قولوا راني ما حادقاش، قولوا راني ما حادقاش، درت ليه واحد العريش ديال اليازير عندي حطيته باش كيعطي واحد النسيمه زوينه. كندير ورقه سيدنا موسى ما لقيتهاش ما عرفتش فين درتها. المهم قلت اللهم هذا ولا بلاش. المهم هاد الطويجين هو وقولوا لي كي جاكم غدا اليوم، خفيف ظريف ولذيذ. وانا كنحمق على شي حاجه سميتها الطواجن وكنحمق على شي حاجه سميتها طاجين ديال السرديل كواري، يا سلام. المهم انا غادي نمشي نتغدى ونعطي البنات يتغداو ونتلاقاو من بعد. هنا رجعت معكم. مهم تغدينا وسالينا وارتحينا. الكليبات قلت لي مالك عندك الكليبات؟ تغدينا وسالينا وارتحينا. لا 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 دابا يعضني يولي وجري عليا نجري عليك. ايوا واش غنقول لكم دابا غادي ندي مالك عند لويغير عندها كونترول. المره اللي فاتت دوزات كان عندها مشكل في الودن، ملي غنسالي غنقول لكم شنو هو هذا المشكل. نقاو لي ودنيه نقات لها ودنيها ما بقاتش كتسمع ولا تصمقة كضحك. ايوا ودابا غادي نمشي عندها كونترول دابا مع 6:30 لان الطبيبه قالك ما غاديش تجي بكري وصافي. ومنين سالي نقول لكم شنو كاين. السلام عليكم. دابا انا غادي التليفون ماما شد الفوغير نوصلنا كنتسنى هي كاينه كنسناو تسالي مع. المهم حنا رجعنا دابا من عند الطبيبه و غيتا خليتها معايا ما ديتهاش مسكينه غارقه في لي دوفوا غوتغوت غوتغوت غارقه في لي دوفوا كتوريني. برافو غيتا. ومن لوكا يلا جبتها من عند الطبيبه من لوكا. يلا ماما الله يعاونك حبيبه. سلام. مهم انا رجعت معكم جيت للدار، البنات راهما كيحفظوا وصافي. وقيلا الفيديو ديالنا غادي نساليه هنايا، ولكن قبل ما نساليه غادي نقول لكم
على قضيه الطبيبه والكونترول اللي كان عند مالك. المهم سمحوا لي بعدا انا هذه القضيه كيفاش دايره البورطابل، لان ما كاينش اللي غادي يصورني وغادي نبقى هكا بيديا، وانا بغيت نوريكم الدواء داكشي علاش فضلت نحطو هنايا ونهضر معكم على خاطري. المشكل اللي كان عند مالك ملي كنا مسافرين في الصيف مع يمكن مع الماء ديال لابيسين وهذا دخل لها لودنيها، منين جينا من السفر وهي كتعاني بالودن، خديت لها التقطيره الاولى، خديت لها التقطيره الثانيه، قلت واقيلا يمكن كيف كل عام وما كاع داك الدو كله ما جابش نتيجه، والبنت ما بقاش كتنعس بالودن، ولات كضرها وبدات تنفخ عليها وتسدات عليها. ديناها السيمانه الفايته ديناها عند طبيبه، لقات بان عندها انفيكسيون في الودن الداخل، ولقات بلي عندها الكزيما. عرفتي ملي سمعت انا الكزيما تصدمت. المهم ماليناش خرجت ليها الدواء عطاتها، لان اصلا حتى بنتي عندها مشكل ديال الحساسيه ودنها كياكلوها وحلقه وهذا، خرجت ليها هذا زيختك ديال الحساسيه، ومهم الودان الحالق، وخرجت ليها هاد اوغمونتان انتيبيوتيك، وخرجت ليها واحد التقطيره ديال الودن كتبقى ديرها ثلاثه المرات في النهار. مهم اليوم كان عندها كونترول، مشينا الحمد لله لقينا الامور مزيانه، الودن تنقات، ما كاين لا ني انفيكسيون لا لا لكزيما لا حتى شي حاجه. سولتها قلت لها دكتور انا اول مره كنسمع هاد قضيه الكزيما في الودن، قالت لي منين ما سمعتيش واش عمرك سمعتي فكينا في لي بيبي؟ قلت لها لا. قالت لي بنتك كبيره، عطينا خرجنا ليها الدواء، كتقدر تشرب الدواء وغتولي لاباس. تخيلي معايا قالت لي بيبي ديال ان مو ولا دو مو كتجي الكزيما في الودن وما كنقدروش نعطيوهم الدواء، يعني كنعالجوهم غير بالوقايه. اذا هذيك الكزيما كتقدر اي واحد يتعرض ليها، وشنو المشكل ديالها؟ هو الماء، خاص الماء ما يقيش الودن. اللي كتصيبو هذيك الكزيما من المره الاول مره زعما كتجيه صافي، خاصو من بعد يعرف بانه خاصو دائما تكون عنده الوقايه. هادشي اللي خرجت للمالك عطاتها، وخرجت لها واحد القطن سبيسيال كيتباع في لافارماسي مازال ما خديتوش، تبقى ديرو في كتعمرو بفازلين وديرو في الودن منين تبغي تعوم، سواء تمشي للحمام اولا في الدار، تعمر ديك الودينه مزيان داك القطن وفازلين. والشعر ديما تغسل شعرها القدام، ما تغسل شعرها هكا من اللور، ديما الشعر يكون القدام. وبالنسبه للصيف من تبغي الا مش تبغي تمشي للبحر اولا تمشي لابيسين، قالت لي كاين واحد مول لي زاباغاي ديال الودن، قالت لي مازال ما خديتش لادريس ديالو، مازال ما عرفتوش فين كاين، قلت نوصل ليه ان شاء الله. قالت لي غادي ديها ليه، وكيدير ليها لاباغاي على حسب القياس تاع ودنيها والعبار ديال ودنيها، غيصوبهم لها الودنين بجوج، ودير هذيك لاباغاي في الودن، ودير البوني باش الماء ما خاش قطره ديال الماء تدخل للودن. مهم انا قلت نبارطاجي معكم هاد القضيه هادي، انا عارفه معايا هنا فلاشين ما شاء الله معايا بزاف ديال الامهات، وكنوجه لهم التحيه، وتا هما قلت باش تنتوما باش تردوا البال من هاد القضيه هادي اللي وقعت لي انا مع بنتي. والوقايه الوقايه الوقايه ثم الوقايه، هادشي اللي كاين. مهم الفيديو ديالنا غادي يسالي هنايا، وشكرا لكم، وكنتمنى هاد النهار اللي دوزتو معايا يكون عجبكم خفيف ظريف. و انا بالعاني درت معكم هاد الروتين هذا غير باش نوريكم بان راه بغض النظر على انني ممثله، فانا راني ربت بيت بحالي بحالكم بحالي بحال اي وحده في العالم عندها وليدات وعندها مسؤوليه وعندها بيت وصافي. هادشي علاش درتو معكم. وإلا عجبكم هاد القضيه ديال الروتينات وبغيتوني مره نبقى ندير معكم شي روتين قولوها ليا وصافي، وان شاء الله غادي نكثر من الوصفات، وجايين وصفات واعرين باذن الله جايين في الطريق.